السلام عليكم شباب، شلونكم شباب؟ ورجعنا لعبها بس قلتها لكملها وياكم. طرقنا بنفس الطرق. قوة ضعيفة. باو. بشين شوي. يرح. كي او. باو مانا. ايه شوفتك. كافي. ورجعنا. حكم. هالضرب هادي. كله. تريد مور مانا. بيو بيو. حتى لو ضربات متأثر بيها. هدي نعم شقلب. تريد بورمانة؟ بورمانة؟ ميو 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 الحكم من الطلق. ورجعنا. والله تأكد إذا حيبوا الطلقة. طن طن طن. يو. ضربات متأثر بيا. باش قد ما وصل هو. أريد أسوي لك بوم أنا. تريد اسوي لك بورمانة؟ 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 بورمانة نجك جكي قلت له تريد اسوي لك بورمانة؟ قال هي بورمانة؟ مانا نجك جكي ضرباتك خفيفة تريد اسوي لك مان مانا تريد اسوي لك مان مانا مان مانا مان مانا نجاك جاك ايو مهما كانت ضربتك يمكن ابن ها ابن بجتة بجتة بكيكة فيرز ورجعنا تشوفون الطاقة هنا انا ميت بالنهاية اوف طاقة درعي راح تريد بورمانة 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 نجاب جاكي ميو ميو يا والله قوي والله فيلك كأنك ابو بريص
Piu. Mari de şabab yasallihna. Yani he edir atak. Allah vek. Uf. Boy. Vurba hadi. Vurba minne. Tüktönni. ترى لما لا يتحرك هو قاعد يسوي مو بلا يتحرك بيو ورطب كعب الزي هذول من النوع الضعيف خليني اتحر ترى انا بقدر اهزمك خمس فواني قال سير اور سيرفايفر جرين ناو بس انا قلت له تين اوسم جاي نون نيد او جاي او يبا يما بكي او او انا مهزم بابا ما دقل لكم هو من نوع هدول الضعفاء ما دي شوفوه بربات الشرق القصيرة انا حزمك يا بابا انا مرمنا انا شاك شاكي مرمنا ترى فرباتك كتكوت تريد اسوي لك مرمنا 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 انا شاك شاكي كاي اوه احنا ننتقل اللعبة ورجعنا هنا خبط ايو شبيك ترى هي طلقة بدون ما تباوضي من بعد ما صار انا صار حدوده ياخ ويني وي اطلق دبار ورجع عنا وي شو ما تلبس البرميل ان زت وي وي ظفر حادة ووو عفوا كريزي
Na 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 na. ورجعنا. وي. بابا هنا قدا على خدامه. وي 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 قصة الفيديو ورجعنا عشان ما وي وي قارب النجاة قدامه وي 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 ديم يا مخ ديم صبرا ده بيكو وي انا بارد دجاج احميني يا دجاجة وي لماذا خيانة سلم تسلق لا لا يعد وي نوي تيتا وي 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 سد الطلقة نوي وي ها ها وي 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 سد الطلقة من أجلي أي وين أنت بو أنقول سيموت وات وات نوي بزي لا ما نو خذ كمبر خذ والله جد جمجمة هادي دويلو اخ رجعني كاف اتشلبيت وي 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 نا وي 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 انا وي وي رياضيات وي انجليزي وي انجليزي ورياضيات ضربة وراجلي نايس وسا حنراويكم وي 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 خذ هذا السيف معك وسا حنراويكم زعاطيطه يوتيوب مو محششين ورجعنا لكم من زعاطيطه يوتيوب ليش انا اقول لهم زعاطيطه يوتيوب وانا همنا صغير وابن عمي همنا وتلعب معي كود همنا بس مم اشتريت مايك زعاطيطه يوتيوب وانا ذاك اللي اتحدى امير بروزياك التفاح
واي. معكم امير بروم، العفو عبد الله الربيع، رجعنا لكم فيديو جديد. ويوم الفيديو ما نحن راح يكون زعاطيط اليوتيوب، زي ما عودتكم يا حبايب على زعاطيط اليوتيوب وعلى التحديات القويه اللي سواها الزعاطيط، التحديات الاسطوريه. يعني حبايب انا ما شايف ايش تحديات، اول مره بحياتي قويه اقوى من امير بروز وعلى المقاطع الاسطوريه. يا قدام على هاي السالفه عاد خليها تزل امير بروز، يعني جزرايه كامله ياكلها، لا لا مو طبيعيه، لا لا وصلت لحد خلص بعد. يعني امير بروز خليها تزل، سحس خليها تزل. والله امير بروز رابط بالوصف ورابط الديسكورد مال الخاص بي. يكون انا وصاحبي، انا وصاحبي لازم يكون الديسكورد. اتمنى كل المتابعين يجون هناك، يعني راح اسوي هواي فعاليات، الميمز هواي اشياء هناك راح اسويها، حفلات راح اسويها هناك، هواي اشياء راح اسويها بالديسكورد، حتى الحفله مال 500,000 ان شاء الله راح يكون توزيع هدايا وهالسوالف بالديسكورد. الديسكورد اوه يا شباب، الدخوليه اسطوريه، يعني الدخوليه او ماي جاد، الانترو اسطوري، الانترو مال امير بروز، يعني مسمي روحه جاكي بروز. واو جاكي، هاي بدايه اسطوريه، هاي بدايه فد شيء كلش حلوه. لا عاشيتك، يعني حتى بالبدايه قلد امير بروز، بعد يعني قلده شلون يطب الحمام، شلون يسبح. زين اوكي، احنا البدايه اوكي، زين خلينا نشوف شلون راح يقلد امير بروز بالله، يعني شلون بالله يحاكي نفسه، يعني خلينا نشوف حوايب. حق لكم شباب، هذا مي برو، هذا جاي يقلد مي بروز، هذا لوني دايخ. هاي ايش صاير باليوتيوب شباب؟ والله العظيم شوف الزعاطيط اليوتيوب كم يوم، امي بروز صاير صغير ما شاء الله. لا لا لا، هاي فد شي خطير طبعا. السلام عليكم بطل ساكي بروز، ممكن ترجمة حبايب اذا فد شخص يعني يعرف الترجمة هاي اللغة، يعني والله ما اعرف يا لغة، بس يعني ترجم اياها بالتعليقات. لا حبيبي، اي شخص يعرف هاي اللغة ترجم اياها، ممكن يعني بالتعليقات ترجمها. يعني ها تحدي جديد، اوكي يعني فهمت تحدي. ها جيتكم فيديو جديد، تحدي جديد مال امير بروز، حلو حلو فهمت، يعني من امير بروز يعني فهمتها. بس اذا افتهم هسه اهلك من صوروك، يعني ايش يحسون؟ يعني سؤال والله الاهل، سؤال الاهل هسه قاعد يصورون ابنكم، يعني اول شيء بعد صغير لا يعرف يحكي، لا يعرف يقعد، لا يعرف يعيش، لا يعرف ياكل، نوب خلونا مي بروز، يعني انتم ايش بيكم يا الاهل، ايش بيكم؟ طلعتوا ارواحنا والله، نوب احنا نخلص من زعاطيط، يجون الاهل يقل ود. شباب هنا انتبهوا شنو موجود بالصورة، هذا ما عليكم بهذا الطباخ اللي شاي الحليب، بس ورا شكو حد قنوح حاد، بس ورا نفاخة، يعني يوم ميلاده خطأ يصور بيوم ميلاده وقهر الرجال. بس انا يعني شفته مساعد الترجمة شباب، يعني وكل شيء ما افتهمت، يعني شنو قدامي بروز، وين قدامي وين، يعني مش حاطين موسيقى، حاطين موسيقى بيمن، حاطين موسيقى بالفيديو، يعني خاف يطلع بيها كوبي رايت، نبغى نروح وين، نروح نصيب والله العظيم. امير بروز خيالي ابطال ساكي بروز، جاكي بروز طعم خيالي يا ابطال، طعم اسطوري حبايب، شفت شلون اكل؟ واو ما شاء الله اكله كله، وبعدين ذاق الطعم وقال لكم طعم خيالي يا ابطال. امير بروز صغير فزت، فزت هذا اقوى مقطع باليوتيوب، هذا مقطع يفوز، يعني يفوز مركز الاول. انا امير بروز، رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد من اصعب ما يكون، تحدي الجزرايه. ويقول لك عبد الله ليش ما تعرفوا السلسله؟ عبد الله يعني ايش تحكي وياهم والله، يعني ايش تحكي وياهم؟ يعني انا ايش قد ما اقصف بيكم، وايش قد ما احكي انتقد، ايش قد ما احكي على ذولا، ايش قد ما هالسوالف، ماكو. هيز جون تحدي الجزرايه، يعني بربكم اكو واحد يسوي تحدي جزرايه. شوفوا رايكم، اصعب تحدي بالعالم ما حد قدر ياكله، بس انا قدرت اكله. صحيح طبعا، هو ما حد قدر ياكله، بس تقدر تاكله جزرايه، يعني اكيد بس الوحيد اللي تقدر تاكله يجوز تتحمل تاكل جزرايه، يعني اكو غيرك ما يتحملون ياكلوا جزرايه. يعني بالله شو تقول؟ تقول استمر مثلا، تقول استمر حبيب بطل، استمر باليوتيوب مثلا، تقول استمر نزل مقاطع حلوه عاشت ايدك. زين اهله يشجعونه، يقول له استمر مقاطعك حلوه كلش. شباب ربكم هاي جزرايه، والله شو احس جزرايه مزنجره، ما اعرف، ما ادري احس مزنجره، احس خربانه والله. اكتبوا لنا بالتعليقات هاي جزرايه لو شنو. والله شباب والله ما خلصنا التحدي،
وصلوني. حلو حلو، فاز التحدي. لازم احنا من نفوز التحدي لازم نعطيه فتح هديه له حتى شويه يستمر المقاطع الحلوه. شباب يلا شباب، ولا ما خلصنا التحدي، وصلوني لايك واحد، لايك واحد اريد من عندكم، ولا تشتركون، بس لايك واحد ولا تشتركون. يلا بعد سلامه. يمكن اول فيديو باليوتيوب اشوف هاي شخص يطلب. شباب لايك واحد، لايك واحد ولا حد يشترك. الغوا الاشتراك شباب، لايك لايك واحد، الغوا الاشتراك بالقناه. ما اريد لايك واحد. لا وينك يا حبيبي؟ يعني لايك واحد ولا حد يشترك بالقناه، وين صايره هاي؟ كحبايب وصلنا نهايه المقطع، نزل الاشتراك واللايك بالقناه وتفعيل زر الجرس. بعد ما اقدر اكمل حبايب، والله تعبت يا شباب، راح يموتوني ذولا والله العظيم. يعني ايش قد ما احشى عليهم قد ما يزيدون. وات يا شباب فهموني، اكتبوا لي بالتعليقات اكو حل، اكو خلطه سحر، اكو حل. يعني هالمشك يقلدون امير بروز. والله انا فكرت ايش اسوي هيك، بس بعد ما شفت الزعاطيط يعني لا تبعون المقطع. سلاسل تردوها بالقناة أو يغصب زعطو غصب. يعني هالمقر بعد إن أربع بالنص. يعني أنت يا حبيبي عمرك 9 سنين تغصب لك واحد عمره 14 سنة وتكتب زعطو. السلام عليكم. خايب قلب. حسام قجق. شنو اسمك؟ حسام قجق. ممكن تفسروا لي الاسم بالتعليقات اذا فهمتوا شنو الاسم حسام قجق. يعني انت اسمك تهريب، قجق تهريب، يعني قجق يعني تهريب، يعني مو لو لا. فحسام قجق بدايتها حسام قجق، يعني نهايتها شنو تصير؟ خلينا نشوف والله الفيديو. طيب شو بسوي فقط يا عزيز؟ يعني نضحك عليهم شوي، نحشش عليهم. ربوا اطفالكم جاي. اي عاشت ايدك. إيه اليوم عندنا فقره طبعا زعاده اليوتيوب، نحش عليهم شوي. زين حبيبي ما تحش على روحك انت، زين اذا ما تعرف تحش على روحك انا راح نعطيك معلومات خليك تحش على روحك. يعني اسهل حاجه لك شلون تنزل لك مقطع فيطي، انت تنزل تصوره بموبايلك مقطع فيطي الى درجه تنشره باليوتيوب، ما بيها شيء. تنزل المقطع من اليوتيوب، اي لازم تنشره من اليوتيوب، لازم عمود الناس تشوفه انه انت زعطوط وقاعد تقصف روحك. يعني ليش تقصف الناس؟ يعني هاي بقى تنشر مقطع على اليوتيوب، تاخذ المقطع على اليوتيوب والله يعني ما تصدق بالمونتاج، انت تصور انه تقصف هذا الشخص وهو روحك. يعني انت لازم تقصف روحك، ما يصير تقصف الناس. انت عمرك 9 سنين شلون تقصف الناس؟ فهموني يا حبايب، زعطوط يقصف زعطوط. يا شباب حنشوف اول زعطوط ونرجع لكم. يلا يا شباب خلينا نشوف اول زعطوط. لا وكل ثقة، كل ثقة، يعني يدروا هو انه رجال، يدروا شواربه هاي والسوالف وعمره 40 سنة. لا ويقول يلا راح اشوف اول زعطوط، راح اقصف اول زعطوط. يعني انت حبيبي واثق من روحك؟ سبحتك وانت وقاعد والعقال والسوالف ما شاء الله. خلينا نكمل، خلينا نشوف شو راح يقصف. والله اكيد يعني القصف راح يكون قوي واقوى من قصفي. العيب انه قاعد يقصف زعطوط انا قاصفه قبل. فلما شاف المقطع يروح يشوف المقطع هذا نفسه مال مايك. شوف يقول عنده مايك والله. يلا شوف 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 شوف، هذا يمكن شفته هنا قبل ما ادري الفيديو. وانا والله قبل ما اسوي هذا الفيديو شفته. وين نزل مو هنا نزل. اشتريت مايك. ايه وش تسوي في مايك هذا؟ بعدين نشوف. يوم ما عليكم من زمان نريد نشوف الزعطوط. جاي يا شباب، يلا ان شاء الله تصير بسرعه. يعني من القصفه او بدايه متى الضحك متى كلش يعني.
رباوي. يلا هنا شباب، وهنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك